سؤال حبيبنا عن السيارات اللي بالوكالة مخزنة سنة سنتين 3 سنين، يعني بمعنى أحيانا تروح الوكالة وتشتري سيارة قال والله ترى عندنا مخزون من العام الماضي يعني أو العام اللي قبله، خصوصا في بعض السيارات الفخمة خلنا نقول يحطون عليها عروض قد تكون مغرية، ولكن أنا شخصيا ما أنصح بالأمور هذه الأسباب كثير. أول شيء عندك الزيوت اللي في السيارة أو السوائل اللي في السيارة أوريدي أو غالبا ترسبت داخل السيارة، سواء في الجير، في الماكينة، في الدفرنشال، الدفرانس، الفرامل، كل الأمور هذه. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني طبعا عندك الفرامل، المساعدات، المعاونيات، كل الأمور هذه، البريكات، الكفرات، كلها صارت معدومة يبي لها تبديل. اللي أخطر منهم كلهم الخطر الكبير لا يكون فيه في المكان اللي فيه تخزين فيه فئران أكلة الضفائر والأسلاك الكهربائية اللي بالسيارة، وهذا الشيء حتى لو بتشيك عليها وتوديها whatever بيكون في أسلاك مخفية وراء الطبلون أو شيء متآكلة يمكن ما يبين فئران. طبعا أنا ما أتكلم على فراري اللي بالكويت ولا بالرياض، فراري بشكل عام مو بشرط أنها تكون وكالة، ممكن تكون يعني معرض أو شوروم أو whatever. فلا تفكر في المكسب اللحظي اللي ممكن يكون 40-50 ألف على حساب مشكلة راح تستمر معك طول عمر السيارة ما هي معك، ويمكن تخليك تكره حتى الوكالة وتكره البراند وتكره نفسك وتكره عيالك وتسوي لك مصيبة وتدخل السجن.